أعاننا رسول الله صلى الله وسلامه عليه ومعه الصحابة الأبرار الأطهار من الظلم ومن الظلم ومن الاعتداءات والتجاوزات حينا كبيرا من الدهر. ومع ذلك دعي النبي الكريم ومن معه إلى الصبر وإلى الاحتساب، وإلى تحمل الأذى، وعلم سبحانه وتعالى الناس أن المحنة تأتي بالمنحة والجائزة والفوز الصبر مع الأخذ بالأسباب، الصبر والاحتساب مع الأخذ بالأسباب ومع حسن التوكل على الباب. تلك السنة الناس اليوم، تلكم السنة القديمة وهي سنة اليوم وستظل سنة ربانية قائمة إلى يوم الدين، أن يصبر الناس وأن يعملوا صالحا وأن يتقوا ربهم وأن يأخذوا بالأسباب. طال الزمن الله قصره، سيكافئه الله، سيكافئ الله المؤمنين. هاش تقول الآية، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي.
قبلك. هالآية الكثير قال لولا قال واصبر وما صبرك إلا بالله. في سورة الطور اللي تجي قبل سورة النجم قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله 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 الله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر يا محمد، اصبر يا مؤمن، اصبروا يا أمة الإسلام. طبعا مع الصبر العمل، مع الصبر الأخذ بالأسباب بعيدا عن التوتر والتهور والانفعال، بعيدا عن التقصير. اصبروا واصبر واصبر لحكم ربك، للذي قد يعتبر سبيلا من المحن ومن الصعوبات ومن الأذى ومن العكسيات. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إنكم تحت أعين الله وعلمه ورعايته وعظمته. إن الله معنا لا تحزن، إن الله معنا. تكون المعية معكم أيها الناس حينما تفعلون كما فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. التدين ليس ليس لا تنظر القرآن كيف يحلق بحضراتكم، كيف يحلق بالأمة، كيف يدعوها، كيف يوجهها. هذه حقيقية. قيل النجم إذا هوى عروج عروج إلى السماء. يكرم الله محمدا، ومن وراء ذلك يكرمكم أنتم. والتكريم ليس أمر سيظل قائما، هذا التكريم. إذا أنتم أحببتموه وآزرتموه، وإذا أنتم اتخذتموه أستاذا ومعلما، قدوة هادية ومبشرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أنتم كل يوم ربما لم تشعروا بذلك أو غاب عن ذهنكم، أنتم كل يوم تصافحون الإسراء والمعراج. كل يوم كل يوم كل يوم تمدون أيديكم إلى هذه المسألة وإلى هذه الرحلة وإلى هذا الشأن الكبير وإلى هذه المكافأة. الصلوات تذكركم كل يوم بالتكرمة وبالمنح وبالمكافأة. مكافأة الله للناس، مكافأة الله للمؤمنين، كل يوم تدخلوا فيها، كل يوم تذكروا فيها. المسألة أن الناس لا يريدون أن يكونوا ربانيين ومحمديين. في التشهد ماذا تقولون؟ التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. هذه حصلت ليلة الإسراء في السنوات الأولى. حي محمد إذا صليتم عليه. الملائكة الكريمة، التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. رد الحاضرون، رد الذين فيها في تلك المراقي العظيمة الجليلة الكبيرة. تحيات لله، الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. كان رد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السماء حاضرون آنذاك. فكان رد الرسول صلوات الله وسلامه عليه
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لاحظتم؟ كل يوم تعترفون بالرحمة، كل يوم تقرون بوقوعها وتؤمنون بها، ولكن مفترض أن تؤمنوا بجلالها وعظمتها، وتؤمنوا أيضا بدروسها وعبرها. بأبي وأمي أفتديك محمدا، يا خير خلق الله طاب بك الندى. سويت أنفاسي وجئت مسلما أهديك عهدا في هواك منضدا. جاء الكتاب من السماء وكله أدب وتنظيم على نهج الهدى، والسنة الغراء نهج محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى. يا أحباء الرسول محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى. يا أحباء الشفيع محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من بعث هاديا مبشرا ونذيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، اليوم على موعد مع الجزء الثاني من حادثة الإسراء والمعراج كدروس وكعبر، دروس وعبر. راهو القرآن للناس والدين لمن اختاره عن رغبة وعن طواعي، وكلنا هكذا اخترناه من تلقاء أنفسنا، إنه رسالة، إنه منهج حياة، إنه عقل، إنه إيمان، إنه أخلاق، إنه أحكام، إنه سيرة في الأرض، في أرض الواقع، في المجتمع. الذي يعترف بالإسراء والمعراج كحدث عظيم جليل، ينبغي أن يعترف أيضا أن القرآن يحتوي على 6232 أو 36 آية، الكل يرد باله ماذا قال الله فيها وإلى أي شيء دعاني. نعاود يهديكم ويهديكم، لا تكون حضوراتكم في الصلوات شكلية، لا تكون في الجامع شكلية، يوم الجمعة شكلية، في قراءة القرآن شكلية، شوي ذكر شوي أداب وشوي أدعية، لا، الدين منهج حياة. لحرك فيكم هالسواكن هذه بعض الأحداث العظيمة، منها الإسراء والمعراج، هاي جد، هذا كله. لاحظوا أن رحلة الإسراء والمعراج جمعت بين أشياء، جمعت بين السماء وبين الأرض، بين الأرض والسماء، واحد. جمعت بين مسجدين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وجمعت بين نبيين سيدنا موسى وسيدنا محمد إذا صليتم عليه، لأن موسى رحلة الإسراء والمعراج عنا فيها مسألة بين سيدنا موسى وسيدنا محمد. حينما دعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأداء 50 صلاة، كان أن سيدنا موسى اقترح وطلب من سيدنا محمد طلب التخفيف، فمن 50 أصبحت 5. يهمنا في هذا الأمر ما توحي به أو ما يوحي به هذا الأمر، هذه الرقم هي أن الأنبياء والمرسلين إخوة، الأنبياء والمرسلين إخوة. سبق سيدنا محمد الآخرون، ثم جاء النبي الكريم ليكون خاتم. هم بمعنى ما عندناش مشكلة بين الأديان، راهي إذا كان ثم مشكلة الآن بين المسلمين والنصارى على فرض موجود، وبين اليهود، هذوما راهم الناس الذين يحبون إيجاد بعض التفرقة عقب
هذه راهم غلطين، هذه حسابات وسياسات ومصالح هي التي تخلق في هذا التوتر. لا يعقل ان ياتي الانبياء من عند الله كلهم وكلهم يدعون الى العقيده التوحيديه ويدعون الى الاخلاق ودعوا جميعا الى القيم النبيله. لا يمكن بحال من الاحوال ان نتصور خصومات وعداوات بين اتباع الدين. لا، لا حد يدعى لاجل الحرب. هم أناس لا علاقة لهم بالتدين. بطبيعة الحال لكم دينكم وليدي. الإسلام والدين ليس في حاجة إلى أن يكره الآخرين على أن يكونوا مسلمين. هذه نقطة مهمة. وآتينا موسى الكتاب، سورة الإسراء، وآتينا موسى الكتاب، وبعدها في الآية 9 يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن. ذكر في السورة الكتاب الذي دعي إليه هؤلاء القوم، لكن جاء كتاب أعظم منه وأجل وأكمل وأكمل وأكمل. سيدنا محمد هو أتم الرسالة، ختمها وما كان فيها من النقص أتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل البشري أصبح قادرا ليستوعب دينا كاملا، دينا شاملا، دينا ربانيا، دينا إنسانيا، دينا فطريا، دينا فطريا. يجمع بين الجمالات كلها، يجمع بين الفرد، حقوق الفرد وحقوق المجتمع والمجموعة، يجمع بين المادة والروح، يجمع بين الدين والدنيا، ويجمع بين الدنيا والآخرة في انسجام تام لا يمكن أن يكون الإنسان فيه إلا سعيدا. ثم فرق آخر هو أنه قبل سورة الإسراء ثم سورة النحل، وقبل سورة النجم ثم سورة الطور. الطور، الطور، الطور هو الجبل الذي كلم الله موسى وكان على هذا الجبل. شوف حينما تكلم عن موسى السورة كانت سورة الطور، وحينما تحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال والنجم إذا هوى، كان تحسيس بعظمة هذا النبي وبالتكرم لهذا النبي. جاء هذا أول حسن النبي داود بعد معاناة وبعد صبر كبير. على ما صبر رسول الله حتى يحصل على المكافأة هذه والجائزة هذه والمنحة هذه والتشريف هذا؟ على ما صبر؟ من وراء ذلك أنتم مطالبون بالسير على هدي محمد. صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأذى، وصبر على السخرية، وعن الهمز، وعن اللمس، وعن الغيبة، وصبر عن الأذى المادي، وعن الأذى المعنوي نفسي، وصبر أصحابه على هذا، صبروا على كل اتهامات، الاتهامات الباطلة، كانوا يتهمون محمدا، كانوا يتهمون أصحابه، كانوا يعذبون أصحابه في حرب الصيف، وكان أول شهيدة في الإسلام امرأة بظلم هؤلاء وعن جهيتهم وغدرستهم، وصبر القوم. أجبر المسلمون بعض منهم على الهجرة إلى الحبشة، هجرة أولى، وصبر هجرة ثانية، وصبر. ثم حصلت محاصرة مالية، محاصرة اقتصادية على محمد وصحبه، حتى أكل بعضهم الحشيشة. محاصرة اقتصادية 3 سنوات عاشوا في ضيق. ثم حينما ذهب إلى الطائف، ذهب إلى الطائف، لم يقبله أهل الطائف أو باش الطائف،
ردوه ردا سيئا. ثم انه فقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم فقد زوجته في السنه العاشره، المراه الفاضله رضي الله تعالى عنها خديجه وصبرت، وفقد عمه الذي كان نصيره في الخارج مع الناس صبرت. ثم ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما عاد من الطائف لم يستطع الدخول الى وطنه الى ارضه الى منزله، لم يستطع حتى دخل في جوار مشرك. هل الاذيات هذه الكل شو جمعت اكرمه الله؟ شو معناه؟ شو معناه؟ معناه يا ناس انا ما خربتش عليكم، سخت لكم سياق ما، واقع ما، تاريخ ما، ما مش وقت غادي. العبرة أنه يا عرب يا مسلمين يا توانسة يا اللي تعيشوا في ضائقة مالية، يا اللي تعيشوا في ضائقة سياسية، ضائقة اجتماعية، اعلموا اعلموا أن الحل يعطيه محمد. أنا أتحدث عن المصلين، أتحدث عن المصلين. الله هو الذي أعطى المنحة بعد المحنة، ما عندش نجم من جوج شأننا شأن غيرنا في محنة، في ضائقة، ظروف صعبة مالية، ظروف صعبة اقتصادية، ظروف صعبة اجتماعية، قد تحصل كما حصلت لغيري، كما حصلت لغيري. الحل ألا يتهور الناس حتى لا تضعوا رزقكم ومصيركم واستقلالكم وعزتكم ومكانتكم وتاريخكم في أيادي الآخرين. هذا الدرس تاع الصور هذا الدرس. دروس ثابتة لا تحيد، لا تتبدل، لا تتغير، لا تتغير. في الضيق الأب والأم يحاولوا يلقوا حل دون ما تهاور. البلدة تحاول تلقى حل، المنظمات تحاول تلقى حل، الرئاسة السياسة تلقى حل، والمجتمع يحاول يلقى حل. أما باش تبرقوا البلاد وندخل في فتنة، احذروا، فقد خالفتم محمدا وقد خالفتم القرآن الكريم. راح أقول لكم أنا الإنسان مش لعبة. حينما دعا الله تعالى الناس لي هذا الموعد، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، سعوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا، مش تزود الإنسان ويتعلم ويعرف ويحل ذنبه ليحول ما قيل له في الخطبة إلى واقع عملي ملموس. تسهم أنت من موقعك يا مصلي يا تقي يا صادق، إن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده، إن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. قد تزدر الحماقة من غير المصلي، قبول. أما المصلي يحكم فيك رب العالمين، يحكم فيك القرآن، ويحكم فيك سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه غفور.